بالغوا الاتحاديين في ردة فعلهم ولا الشكاوي اللي كانت مع بداية فترة الانتقالات من الاتحاديين تجاه إدارتهم الآن بدأت تظهر نتائجها؟ بالتأكيد بالتأكيد، احنا من أول يمكن قعدنا نقول المؤشرات تنذر بسوء العواقب. لما نتكلم على المؤشرات نتكلم على البدايات، انت لما تتكلم على نادي الاتحاد في البداية تقول طيب ما رأيك بالاستقطابات اللي جابها؟ هو أقل الفرق جابت استقطابات. طيب انت تذكر ايام الاستقطابات كيف كان مستوى كورنادو، كيف روما، كيف حمد الله، الان كيف مستواهم؟ انت تذكر اساسا حتى نونو كيف اعتماده على الاطراف وعلى اجنحه، ما تلقى عنده اطراف واجنحه. انت تذكر لما نتكلم على المدافع اللي جابوه في اخر الوقت مع انهم عارفين ان مثلا حجازي مصاب، ما تذكرت الا في اخر شيء، والله ان عندك حجازي مصاب هو اللي تقريبا 3 شهور 4 شهور وانت عارف ما راح يلعب معك وانت بحاجه للمركز هذا. واحنا قلنا في السابق واضح ان الاختيارات فيها شيء عاطفي، فيها 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 تقدر تسميها عاطفي، تقدر تسميها مجاملات، تقدر تسميها اي اسم اللي قاعد يصير للاتحاد، لان الفرق قاعده تقوي انفسها وانت خايف من التغيير، وعين على يعني اللي يبغاه المدرب وعين على اللي يبغاه الجمهور من كذا الدار الأندية. بعدين تجي في آخر شيء الآن في إذا طلعت النتائج تقول والله نونو نونو سانتو، تجي نونو سانتو تقول له طيب أنت يا نونو سانتو من يوم بدأ الدوري كم مباراة عندك مثلا؟ عندك والله 9 مباريات، عندك 3 كلينشي، بالنقص اللي عنده يا بوجود أعطانا قيمة السيستم، يعني عنده نقص لو تجيب تقيسها بالفرق الأربعة هذه ومع ذلك السيستم حقه ثابت قاعد يحقق نتائج على على مستوى فريقه. أنا الآن قاعد أشوف إحصائيات حتى من أفضل الفرق في الإحصائية في إيجاد الفرص مع بعد نادي الهلال. ثم تجي للاستثمارات تلاقيه من أقل الفرص حتى أقل من الهلال 36%، مع أن عنده حمد الله، مع أن عنده يعني يخلق فرص بس ما ينهيها ما ينهيها بوجود الاثنين حمد الله وبنزيما. أحسنت، معناها هنا المجموعة سكواد التركيبة اللي عنده التركيبه اللي عندي مي راكبه. لذلك على اساس كذا الاتحاد لما شفت اخر استقطابات كانه بكره العيد، شبهناه هذاك اليوم جالس يشيل سنتر، جيب سنتر، جيب السنتر اللي بعده، ما عنده وقت اساس يبدا يختار. طب انت عارف احتياجاتك، انت عارف المدرب وش قاعد يبغى، مي مشكله لما اضحي بكان، يعني مثلا روما وكورنادو المفروض اقل شيء اذا انا ما ابغى اجيب الليفل العالي اجيب واحد منهم يبقى، الحمد لله يبعد اوكي، بس انا جبت الان بنزيما مستحيل بين الاثنين، القابل اللي بين الاثنين. لذلك في اشياء ومع ذلك انا اقول كذا، ومع ذلك تجي له تلاقيه اكثر فريق سجل، اكثر فريق عنده كلين شيت مثلا، تلاقيه حتى في الاحصائيات اللي عنده تقريبا لعب 44 مباراه من يوم جاء اللي هو نونو 25 كلين شيت 33 انتصار تقريبا، ومع ذلك هو يعني حدوده تجاوزت الملعب بوجود. لما قلت تجاوز الملعب او قيمته او امتيازاته مع كميه الاجانب اللي عنده، جالس يطلع لي مروان الصحفي، يطلع لي طلال حاجي، مطلع لي زكريا الموسم اللي راح، جايب لي المنهالي، جايب لي حسان الزهراني، جيب لي مدرب قاعد يطلع الصغار من درجه الشباب يلعبهم الان، اضافه الى خلينا نقول القيمه الانضباطيه اللي سواها في غرفه ملابس. مي بالقضيه ترى العبود، يعني العبود قبل الناس تطالب فيه ما طالب. هو الان من صالح الوضع العام لان الناس خايفه على فريقها، ولكن اسال اول شيء العبود ليش قاعد تسوي كذا؟ يعني ليش ما سواها مع كمارا؟ ليش ما سواها مع كورنادو؟ ليش ما سواها مع اللاعبين الموجودين؟ ايش معنى سواها معك انت؟ فلذلك انا اذا جيت انا دائما اقول انقلوها عني، شبيحه اللاعبين هم من يفسدون المنظومه، تلقاه يجي يهد المجموعه كلها عشان يطالب بلاعب معين. وفي شيء برضو يسمونها التلاعب بالعقول. التلاعب بالعقول كيف؟ انا اجمع لقطات اللاعب معين أسوأ ما فيه واحطها واقول شوف اللاعب، يلا ولا اجمع افضل ما فيه واقول هذا هو اللاعب. لذلك انك تحمل نونو انا اتوقع انها ما هو هذا حل لمشكله نادي